ورد يوتيوب، كيف الحال؟ اخبارك؟ مسوين؟ عساكم خير. الراب العربي صاير ممل ممل ومكرر بطريقة مقززة، وهذا خلاني ارجع لسؤال كان معشش براسي من زمان: هل الهيب هوب العربي في حالة احتضار؟ هل الراب معتمد على احد اجهزة دعم الحياة؟ تجيك موصلة بشريط كاسيت لتغذيه بنوستالجيا الهادف والدستراكات؟ يعني قبل لا افصل السلك خلنا نفهم الوضع الصح، ممكن نلقى جواب. شوف، خلنا نتفق على انه الهيب هوب مو متحف فيه تراكات من حقبة زمنية مر عليها الزمن، تمام؟ خلنا نقول انه الهيب هوب هي ثقافة حية تتغير باستمرار وتواكب عصرها. اكيد لازم نحترم القدامى، الرواد اللي بنوا الاساس ومهدوا الطريق للاسامي الجديدة، بس برضو اللعبة تغيرت. احد الاسباب اللي ساعدتني اني اكتشف اسامي جديدة واوسع دائرة استماعي واني اكون عندي رابرز مفضلين من كل سين، مو بس من السين انا منه، هي قناة هذه. اوكي، يعني ما نكذب على بعض، في اسامي كثيرة نعرف، انت تعرف وانا عارف انه انت تعرف انه في اسامي افضل من رابرز كثار مفضلين عندنا او عندهم صيت عالي، لكن مظلومين، صح؟ لا، فاقدر اقول انه الجيل الجديد من رابرز هم عباقرة متعددين مواهب، صغار بالسن يكتبوا كلماتهم ويمنتجوا تراكاتهم من ميكس وماستر وحتى كمان البيتات. هذا غير السكيلز والاساسيات اللي لازم تكون عندك عشان تعتبر رابر، وهذا يعتبر مستوى جديد وعالي في السين العربي. خلنا نفترض انه الليفل الجديد هذا والصعب نسبيا سبب ازمة للرابرز القدامى، فخلاهم يحسوا بالوحدة، فتلقاهم يسموا الشباب الجدد اطفال بسبب عمرهم الصغير مقارنة باعمارهم، او انهم يقولوا موسيقاهم مفقود فيها الروح. فهمت علي؟ والمستمعين اليوم مو مؤرخين هيب هوب، بس هذا ما يعني انهم ما يقدروا الموسيقى الجيدة. فهمت علي؟ rappers have been quoted just speaking on the state of hip hop today, right? Mm-hmm. Or the artistry or the enthusiasm or, you know, if it is. Are you saying rappers today speaking on the state of hip hop today? Rappers or from back older then, rappers. Old rappers speaking on the state of it, right? Okay. Some have been quoted and not supporting or against or not embracing. Younger rappers just felt like we don't get enough love from the old heads. What is your take? Fuck that. Let me tell you something. Hip hop is what it is. Anybody that's talking about the state of hip hop right now when talking about it from a negative place sounds like somebody's fucking grandfather. Okay. You know what I'm saying? That. I love that. This is just what it is. Yes. Hip hop is evolving. If you don't like it, don't listen to it. You know what I'm saying? I'm keeping it all the way 100 with you. Some of the shit, most of the shit I don't like. I don't listen to a lot of that shit, but I'm not hating on it. Yeah. I'm never gonna hate on it. Yeah. It's evolving. And these kids are using what they have at their fingertips, right? I mean, back in the day, I used to have to go out and buy motherfucking keyboards and buy sounds from pawn shops and shit like that to get my sounds out. They have everything at their fingertips right now, but you can't be mad at that. نقدر نقول المستمعين الجدد أو الصغار أو الأطفال ما عندهم أي فكرة عن عيشة الماضي، فطبيعي اللي بيجذبهم للرابرز الجدد هو قرب موضوع التراكات لواقعهم اليومي، السكيلز، الفلوات، وأكيد فايب التراكات. بيني وبينكم أغلب القدامى إذا مو كلهم عالقين في منطقة الراب العنيف وينتقدوا أي شيء مختلف. خبر عاجل، الهيب هوب مو بس كذا. نجي لأحد أهم السكيلز اللي لازم تكون عندك في عام 2024، مو سكيلز الكتابة لأن هذا الشيء مفروغ منه زي ما أسلفنا. إحنا قاعدين نتكلم عن شيء اسمه الذكاء المالي أو التجاري، aka securing the bag. هنا لما نقرر انه الراب يكون اكثر من مجرد هواية، فعندك طريقين لا ثالث لهما. الاول هو انك توقع مع شركة تسجيل او ريكورد ليبل، او انك تكون فنان مستقل. الراب صار صناعة بحد ذاتها، يعني الرابر والمغني اللي تشوفه في التلفزيون صاروا بنفس المستوى او يمكن كمان مسجلين او موقعين مع نفس الشركة، اذا مو احد الشركات الكبرى اللي اغلبهم ماسكين السين المصري حاليا. بيج اب، محظوظين. وعطار السين المصري كمان عندهم شركات زي شركة تكوين الموقع مع شاهين العبقري، فيتو وكونان. كمان عندك في السودان شركة زي نايلوس الموقع مع عصام ساتي، علي نصر الدين، مروان شيدي، وآخر مفاجآتهم واللي هو توقيعهم مع تو دوب. كمان سامبرد اللي فيهم خياط 77 والجيز فودي ميكس تقريبا،
سولجا والكثير الكثير من الشركات المحلية اللي قاعدة تدعم الرابرز، فالحق ما تلحق. ولو اخترت انه تكون مستقل كمان احلى واحلى. ويا حبذا لو عندك تيم او فريق زي بروديوسر واحد تكون تفاهمه وهو فاهمك، مصور او مخرج، واكيد مدير اعمال. مدير اعمال يكون ماسك موضوع العقود والتواصل مع الراعين وشركات لتمويل مشروعك اذا كان سينجل، البوم، اي بي او فيديو كليب، كمان حجز الاستوديوهات لك وللفريق للتسجيل وهندسة من ميكس وماستر ومعدات تضمن لك جودة عالية. هذا غير التواصل مع محلات الملابس للدريب وحجز اللوكيشنز، محلات سيارات للفليكس، وهذا يساوي فيديو كليب او ارت وورك عالمي. حماس صح؟ واذا قدرت تخلي الراب مصدر دخل بيغير حياتك وحياة احبابك، وما راح تفكر موضوع انك تشتغل 9 to 5 ever again. Ready? Open your eyes. What the hell is this? Your backyard. What do you mean my backyard? It's all you. Land, like you always wanted. لو تم الاهتمام بالذكاء المالي والتركيز في تطوير فنك واستخدام الموارد الحولك من هوم ستوديو، تقوية العلاقات مع فنانين آخرين والاستمرارية مهما كانت الظروف، مروان بابلو مو برجل منك. أظن كذا أقدر أستنتج جواب للسؤال اللي ذكرته في بداية الفيديو. نو، الهيب هوب مو ميت ولا أنه قاعد يحتضر، هو بس مختلف، عنده نكهات أكثر من محل الآيس كريم في مجال البوم باب، التراب، الراب الواعي، وحتى المامبل راب إذا كنت تحبه. المهم هو الحفاظ على روح الهيب هوب الأساسية، وهي التعبير عن النفس، تجاوز الحدود المرسومة من قبل الرابرز القدامى. وهنا أقصد أنه لو مثلا أخذنا رابرز التسعينات ما كانوا راح يوصل لليفل هذا إذا كملوا واستعملوا تكنولوجيا أو معدات رابرز الثمانينات. عندك كمان التحدث عن حقيقة AKA خليك حقيقي. برو أنا أزعم أن الثقافة هذه جمعت ناس من مختلف الخلفيات والبلاد وحتى الجنسيات أكثر من أي فن ثاني، فخلنا نحاول نحافظ على الثقافة هذه ونتقدم فيها. فهمت علي؟ القدامة خلاص يعني you know that you guys are the best، لكن برضو ما تقدروا تلعبوا اللعبة اللي لابد يعني ولحالكم صح لا، فتعاون هذا راح يحافظ الثقافة ويخليها تزاحم الثقافات الثانية أو فنون ثانية if that makes sense يعني. وروني ايش رايكم في الكلام اللي قلته في الاستنتاج وفي التطور اللي تكلمت عنه. خلينا نكمل النقاش تحت في التعليقات. كان معكم مودلة اوت. على فكره الستاند تكسر، فهمت علي؟ اللي كان حاضر الستريم ينو فهمت علي، صاير علاقه حاليا الستاند حق المايك او الارم، ف الباتريون تحت، خلينا نشتري واحده جديده.